السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب، مختبر الأنسجة العملي اللي راح ناخذه اليوم هو عن اليورناري سيستم. طلاب، ناخذ مقدمة مختصرة عن اليورناري سيستم. اليورناري سيستم طلاب يتكون من two kidneys, two ureters that lead to a single urinary bladder and a single urethra, واللي هو يوصل لك البلادر ويامن ويا الإكستيريور of the body. الكدني طلاب هي عبارة عن large bean shaped organs located retroperitoneally adjacent to the posterior body wall. Superior of the each kidney اكو تكون موجودة الادرينال جلاند واللي هي تكون مغمورة بالفاتي او الرينال فات and connective tissue. طلاب بالنسبة للكدني راح يكون عندي البوردر او الكونكيف middle border من الكدني تسمى بالهلم. هاي الهلم طلاب تحتوي لك على ثلاث ستركتشرات اللي هم الرينال ارتري والرينال فين، وعندي تركيب الفنال شيب هو الرينال بيليفس واللي هو راح يصبح بعد ذلك اليوريتر. طلاب ايتش كدني تكون محاطة بيمن بدنس الريجولار كونكتيف تشو يسمى بالرينال كابسول، هاي اللي هسه أنا مأشرت لك عليها بهذا المقطع. بالساجيتال سكشن طلاب لأي وحدة من الكدني راح أشوف إنه أني منطقتين دارك ستين اللي هي تكون أوتر تسمى بالكورتكس، ولايت ستين اللي هي تكون إلى الداخل اللي هي الميدولا. طلاب هيسا بهذا المقطع ايش راح أشوف أني عندي؟ راح أشوف الكابسول رينال كابسول دنس ريجولار كونكتيف تيشو، عندي كورتكس ما اشرت لك اياها اني بالاقواس اللي هي دا اشوف بيها ما اشرت لك على الجلوميرولي ان كورتكس، هذول الاثنين الدوائر وهسه بعد شوي نشرح عليهم، وعندي هذا جزء طالع لي شويه بالمقطع هو جزء من الميدولا. طلاب بالنسبه للفانكشنال يونت لكل كدني هي مايكروسكوبيك يورينيفيروس تيوبيول واللي تتكون لي من النفرون ومن الكولكتينج داكت واللي بيها راح تتفرغ الفلترد كونتينتس اوف ذا نيفرون. اكو طلاب ملايين من النفرونات تكون موجوده وين؟ بالكورتكس مالت الكدني. النفرون طلاب ينقسم لي الى تو كومبوننتس واللي هم الرينال كوربسل والرينال تيوبيول. مثل ما هسه دا اشوف اني بهذا المقطع دا اشوف الرينال كابسول اللي حكينا عليها اللي هي دانس الريجنال كونكتيف تيشو، هذه المنطقة اللي طلعت لي كلها هي الكورتكس. مأشرت لك أنا على ثلاث شغلات. أول شغلة مثل ما قلنا إنه هي النفرون، قلنا عبارة عن تتكون لي من two components اللي هم الرينال كوربسل والرينال تيوبيول. الرينال كوربسل أنا مأشرت لك عليها هذه هي اللي جزء من عندها الجلوميرولس، وعندك الرينال تيوبيولس اللي أنا مأشرة هنا البروكسيمال and distal convoluted tubule. هذه بالنسبة للكورتكس طلاب إذا أشوف بيها الجلوميرولي واشوف بيها البروكسيمال والديستال كونفيوتد تيوبيول، وايضا دا اشوف عندك مأشرت لك اني الميدولاري ريز واللي هي عباره عن الستريت بورشن اوف ذا نيفرون. طلاب هذا المقطع هو جزء من الكدني، شنو اللي دا اشوف بيه؟ اول شغله دا اشوف بيها هي الرينال كوربسل واللي منين تتكون طلاب؟ تتكون لي من التف اوف كابيلاري اللي سميناها الجلوميرولس، هاي اللي اني مأشرتها لك بالمقطع. الرينال كوربسل طلاب surrounding by double layer of epithelial cell، شو تسمى شو نسميها؟ نسميها البومان كابسول او الجلوميرولر كابسول اللي دا اشوف بيها انا مأشرت لك عليها. عندي الانر لاير اسميها الفيزيرال لاير واللي هي تتكون من خلايا هايلي سبيشالايزد branched epithelial cell تسمى بالبودوسايت. أما بالنسبة للطبقة الخارجية البارايتال سيل اللي هي عبارة عن single layer من السمبل سكويموس سيل، ما بيناتهم مأشرت لك هذا الفراغ اللي هم يسمى بالبومان سبيس. إذا هذه كلها بالمقطع عندي الرينال كوربسل واللي قلنا من تتكون؟ تتكون لي من التف اوف كابيلاري اللي هي الجلوميرولس اللي مأشرته هنا، وعندك البومان سبيس واللي ما بيناتهم البارايتال والفيزيرال لاير. ايش دا اشوف بعد بالكورتكس او بهذا المقطع طالع لي طلاب؟ طالع لي البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول
والديستال كونفوليوتد توبيول. شنو الخصائص مالت البروكسيمال والستركتشر مالت الديستال؟ اول شيء بدي اشوف اني بالبروكسيمال طلاب هي عباره عن تيوب مغطاه او مبطنه بطبقه من الخلايا الكوبويدال سيل. هاي الخلايا الكوبويدال سيل طبعا تحتوي لك على ايزونوفيليك جرانيولز بالسيتوبلازم مالتها، تحتوي ايضا او لايند باي برش بوردر او مايكروفيلاي. هذه وين بالنسبه للبروكسيمال. اللومن طلاب مات البروكسيمال حيكون سمول، وايضا البروكسيمال يكون لونجر ذان ديستال ويكون هايلي تورتوس، واكثر بالعدد وين اشوفه بالكورتكس مات الكدني البروكسيمال كونفيوتد تيوبيول. اما بالنسبه للديستال كونفيوتد تيوبيول فشنو اشوف الخصائص مالته؟ طبعا اذا اقارن ويا البروكسيمال راح اشوف انه اول شغله راح يكون لوكوبويدال، الخلايا اللي تبطنه لوكوبويدال سيل without brush border، ما بيها brush border. الستين مالتها تكون اقل less intensity، اقل حده بالتصبيغ من البروكسيمال. اللومن مالت الديستال راح يكون larger than اللومن التابع علما للبروكسيمال. كذلك انه الديستال طلاب راح يكون shorter than البروكسيمال بالطول، بالتالي راح اني اشوفه بالمقطع عدده قليل، يعني اكثر البروكسيمال العدد بالكورتكس من الديستال. ايضا شغله ثانيه طلاب بالنسبه للبرش بوردر لخلايا البروكسيمال مو دائما اني اشوفها بالمقاطع. هنا طلاب ايضا هذا مقطع من الكورتكس التابع للكدني، الواضح به انه عندي هنا الرينال كورباسل واني اشرت لك عليها، اللي هي عباره عن الجلوميرولوس واللي هي تف اوف كابيلاري محاطه بالجلوميرولار او البومان كابسول، واللي تتكون من البرايتر لاير والبزرال لاير وما بيناتهم السبيس. ايضا عندي هنا مأشرت لك على الورناري بول، واللي الجهه المقابل الى هو الفاسكولار بول، واللي دا اشوف مأشره اني على جاكستا جلوميرولار سيل، وايضا الماكولا دانسا والديستال كونفوليوتد تيوبيول، واللي راح اشرحها بالسلايد الجاي عن الستركتشر هذا. طلاب هذا المقطع عندي دا اشوفه بجزء الفاسكولار بول للرينال كورباسل، دا اشوف هذا الستركتشر اللي اسميه الجاكستا جلوميرولار اباراتس. منين يتكون؟ يتكون لي من الجاكستا جلوميرولار سيل والماكولا دانسا. الجاكستا جلوميرولار سيل طلاب عندي الافرنت جلوميرولار ارتريولز قبل ما يدخل لي الى الجلوميرولاس، السموث مصل فايبر اللي موجودة بالتونيكا ميديا بالوال اللي تابعة للأفرنت أرتريولز راح تتحول لي إلى موديفايد إبيثيليوم سيل with سايتوبلازميك جرانيولز. هذه الخلايا تحتوي بالسايتوبلازم مالتها على الممبرين باوند سكرتري جرانيولز اوف ذا انزيم رنين، واللي راح يصير سينثسايزد اند ستورد اند ريليز انتو ذا بلاد ستريم وين نيدد. الجزء الاخر الماكولا دنسا طلاب هي عباره عن شنو؟ الخلايا اللي موجوده بالوول او اللي تبطن الديستال كونفوليوتد تيوبيول بعد ما كانت كوبويدال سيل راح تتحول لك الى نارو اند مور كولومينار، وتكون هذه الاريا تكون داركر ومور كومباكت سيل ارانجد، فالترتيب كلش متراس من الخلايا تسمى بالماكولا دانسا. هذول الاثنيناتهم الخلايا تكون لك الجاكستا جلوميرولار اباراتس، واللي الوظيفه مالته او المين فانكشن الجاكستا جلوميرولار اباراتس هي maintain the necessary blood pressure in the kidney for glomerular filtration. هنا ايضا طلاب هذا المقطع انا ما مأشر عليه، لكن هو دا اشوف بي الرينال كورباسل و الجلوميرولاس اللي هي تف اوف كافيلاري ومحاطة بالبومان او جلوميرولار كابسول، وايضا عندي الجاكستا جلوميرولار اباراتس واللي دا اشوف بيه الماكولا دانسا والجاكستا جلوميرولار سيل. اضافه الى انه انا اشوف بهذا المقطع ايضا
convoluted tubule اللي هما البروكسيمال والديستال convoluted tubule واللي تطرقنا الى الستركتشر مالتهم. طلاب هذا المقطع اللي دا اشوفه اني هذا جزء من المدلة التابع للكدني. شنو اللي دا اشوفه؟ طبعا بالمدلة اشوف فيروس سايد من التيوبات. اللي دا اشوفه اني هسه بهذا المقطع عندي البابيلاري داكت اللي هي تعتبر طلاب التيرمينال بورشنز للكولكتنج تيوبيو. شنو الخصائص مالتها؟ انه هي تكون لارج دايميتر، ايضا وايد لومن، وكذلك مبطنه ب تول بايل ستينينج كولومينر سيل. اضافه الى البابيلاري داكت اللي موجوده بالمدلة دا اشوف اني بهذا المقطع عندي الثين سيجمنت اوف لوب اوف هيلي واللي هي الوال مالتها طلاب يشبه لي الكابيلاري او هي بصوره عامه تشبه الكابيلاري او السمول فانيولز، لكن الاختلاف عنهم انه عندك الكابيلاري راح يكون الوال مالته ثينر ذان ثين سيجمنت اوف لوب اوف هيلي، وايضا وجود بلاد سيل داخل اللومن مالتها. كذلك اشوف اني الثيك سيجمنت اوف لوب اوف هيلي واللي تكون مبطنة بسيمبل كوبويدال سيل، هاي اللي أنا مشى عليها. طلعوا هذا المقطع أيضا عندي بابيلاري داكت واللي دا أشوفها إنه هي تكون لارج دايميتر و لارج لومن إضافة إلى تول كولومنر سيل، وأيضا دا أشوف عندي الثين سيجمنت أوف لوب أوف هيلي واللي تكون مبطنة بسيمبل سكويمال سيل. طلاب بالنسبة للميدولاري ريجن تحتوي لي على فيروس سايزد تيوبيولز لارج داكت و بلد فازلز اوف ذا فازاركتا. هذا المقطع اللي دا اشوفه دا اشوف اني عندي هنا الكولكتنج تيوبيول بمن مبطنة؟ مبطنة بلارج ولايت ستين كوبويدال سيل، مقارنة بمن؟ بالثيك سيجمنت اوف لوب اوف هنلي اللي تكون مبطنة بدارك ستين كوبويدال سيل اللي اني هسه اشرت لكم عليها. ايضا عندي الثين سيجمنت اوف لوب اوف هيلي ومثل ما شرحنا بالسلايد القبله انه هي مبطنه بمن؟ بسمبل سكويمال سيل، وقلنا انه هي تشبه لك الكابيلاري. هنا طلاب ايضا جزء من المدلة واني مأشرت لك فقط على البابيلاري داكت واللي دا اشوف بيها مثل ما شرحنا انه هي تكون لارج دايميتر وايضا لارج لومن. الابيثيليا مالتها هي تكون هاي او تول تول كولومنر سيل، موجودة أيضا بهذا المقطع بس أنا لم أشرح عليه عندي الثين سيجمنت أوف لوب أوف هيلي. هذا المقطع طلاب أيضا جزء من المدلة اللي دا أشوف به إنه الكولكتنج تيوبيول والإبيثيليا مالته اللي تبطنه هي عبارة عن لارج ولايت ستينينج كوبويدال سيل، إضافة إلى البروكسيمال كونفلوتيد تيوبيول وديستال كونفلوتيد تيوبيول. هذا ايضا مقطع طلاب للمدلة دا اشوف فيه البروكسيمال كونفلوتد تيوبيول والديستال كونفلوتد تيوبيول مأشر عليهم، وايضا عندي الكولكتنج تيوبيول. هنا طلاب عندي مقطع للوول التابع للورناري بلادر. طلاب اللورناري بلادر has a thick muscular wall. الوول مالتها يتكون لي من ميوكوزا ماسكولار لاير وسيروزا اند ادفنتيشيا. الميوكوزا طلاب هي عبارة عن لايننج ابيثيليا اللي هي ترانزيشنال ابيثيليوم لامنا بروباريا لوس كونكتيف تيشو. طبعا من تكون طلاب البلادر تكون امبتي راح عندي اشوف هاي اللي انا اشرت لك عليها ميوكوزا الفولد، تتكون لي فولدات. هذه الفولدات تختفي لما تكون البلادر فولد مليانة. الطبقة اللي بعد الميوكوزا عندي طبقة المصل. الطلاب باليوناني بلادر عندي ثلاث ليرات من المصل. الارنجمنت مالتها الانر راح يكون لونجيتودينال والميدل راح يكون سيركولر والاوتر راح يكون لونجيتودينال ارنجمنت، لكن بالمقطع راح يكون فيروس بلين فما اشوف انه الطبقات بالتسلسل لونجيتودينال و سيركولر و لونجيتودينال ارنجمنت. بعد هاي طبقة المصل طبعا او ما بين طبقة المصل طلاب انا مأشرت لكم interstitial connective tissue ما بين طبقة او الباندلات مالت السموث مصل فايبر. بعد هذا المصل طبقة المصل راح تجيني طبقة connective tissue محاط بالميزوثيليوم اللي هو السيروزا
السوبيريور يعني السوبيريور سيرفس للبلادر راح يكون عبارة عن سيروزا، لكن الانفيريور سيرفس راح يكون عبارة عن كونكتيف تشو اللي هو الادفنتيشيا، واللي يكون ميرج وذ ذا كونكتيف تشو اوف ادجسنت ستراكشرز. هنا ايضا طلاب مقطع بالوول اللي تابع لليورينري بلادر دا اشوف بيها عندي الترانزيشنال ايبيثيليال زائد اللامينا بروبيريوم اشراني عليها سموث مسل فايبر كروس سكشن، وعندي الانترستيشيال كونكتيف تشو ايضا مأشر عليها. هنا مقطع اخر طلاب ايضا للبلادر واللي دا اشوف بيه الترانزيشنال ايبيثيليال واللامينا بروبيريوم، وعندي السموث مسل باندل اللي يكون لونجيتودينال ارانجمنت مثل ما مأشرين عليه هنا.